ملك عبد العزيز رحمة الله عليه له أحد أحديات له وكان يعرض بهن ويحد بهن الخيل نعم لأنه كان الفارس إلى رتب حصانه منها يحدى الجموع الظاهر يقولون يحدى الجموع يحدى الجموع وهي يردد هالأبيات اللي تحمس أصلا وهي أخذت لهذه وهي بالأصل يعني الحداء هو الغناء يعني زي الغناء وذكر في بحر يعني من طوارق الشعر حداء لكن في حداء الخيل وفي حداء الإبل لا احنا ما يهمنا إلا حداء الخيل حداء الخيل لكن أنا أقول الملك عبد العزيز يوم يقول يدرن لا ترهبين لا بد ما نرجع عليك أعطيك أنا العلم اليقين لو تنتهي لازم نجيك ورجع للرياض هذا القار هالبيت قبل ما يدخل الرياض ورجع الرياض 5 شوال 1319 وخاطب نفسه بالخطاب واستعاد حكمه الله هذا من الحد اللي كان يحدي نعم فإذا يعني العرضة يا دكتور كانت استعراض الجيوش وتحفيزهم والحداء إلى رتب الفارس على ظهر حصانه وبدأ يحدى الجموع يحداهم فهالأبيات هذه حتى أن إيقاعها الموسيقي يناسب خطوات الفرس على الأرض لكن أبو سعود دام أنه معنا نضيف ممكن هي ضرب حوافر الخيل بالأرض أي نعم ضرب حوافر الخيل بالأرض هي الإيقاع الحقيقي لهذا الحداء نعم وضرب حوافر الإبل ضرب خفوف الإبل بالأرض هي الإيقاعات الحقيقية اللي تسمى اللي هي مثلا روح ولما القطاع صوبة ثمينة الهجيني هذا إيه نعم خلنا بكمل افتراحت على الأسلوب كل ما جاء من إيقاعات على الألحان تصير تحت هذا الشيء ودائما الحداء الخيل يروح الحماسي ويروح للسبران والأعلى علشان يحمس الجيوش جميل بالضبط